السلام عليكم البنات، اليوم ان شاء الله معكم فيديو جديد ومعكم دائما جمالكم مع ملاك مع الجديد دائما. اليوم غنديروا البنات هذه الملاقية هذه كما كتشوفوا كتجي فنه، شي حاجه كبيره شويه وكتجي راها ما نقولش لكم روعه روعه. خفيفه سامبل وكتطلع دغيا، كتجي في القدام الجلابه ولا ديال القفطان اولا حتى السطوق ديال القندوره، راها كتجي راه ما نقولش لكم كتحمق. باش غنبداو البنات هذه الملاقية هذه، عندني هذا العقيق هذا المكركب، ها هو كما كتشوفوا هذا المكركب. هذا البنات كيضرب بالالوان، هذا الماركه المزيانه. اللي بغات دير المهرس ديرو، اللي بغات دير الكريستال ديرو، كل وحده دير اللي بغات، ولكن فاش تبداو تعلموا يبداو طبقوها بالعقيق اللي عندكم. انا خدمت لكم بالعقيق باللوان، كاين العقيق اللي هو ها هو لون واحد راه كاين، ولا دير اللي بغات ديروا المهرس ديرو، المهم اللي عجبكم. نبداو على بركه الله. البنات عندي هنا العقيق، انا سبق لي ودخلت فيه الحرير ووريتكم، درت لكم فيديو خاص كيفاش غتدخلوا العقيق في الحرير. البنات نبداو كما قلت لكم، انا سبق لي ودرت شويه ديال غرزه حشو، ها نتوما كما كتشوفوا غنزيد نخدم معاكم شويه باش نوريكم الطريقه ديال هذا الرشمه. هذه كتجي البنات خفيفه سهله، ها نتوما غرزه حشو عاديه، كونوا شي شويه مقاربين كتجي عاديه البنات فنه، شي حاجه كتحمق. هي في حق بالنسبه للخدمه الكبيره ولا الصغيره اذواق، ولكن اغلبيه الناس كيعمدوا الخدامي اللي تيكونوا خفاف. هادشي البنات اللي كاين، ها نتوما غرزه حشو عاديه البنات على هذا الشكل هذا. المهم انا غنكتفي بهذا القياس هذا اللي انا حبكت، وغادي ندير ثلاثة السلسلة، واحد جوج ثلاثة، وغادي ندور. دائما البنات ملي كيكون عندنا العقيق كنخدمو من الظهر، غنجي هنا الغرزة الأولى غادي ندير عمود عادي. إوا دابا عاد غادي نهبط شوية العقيق ليديا كيما شتو، ونلوي الخيط على الكروشيه ونجي العمود الأول. في الدور الأولى اللي غادي نلوي هي فاش غادي نسد على العقيقة باش تجيني لتحت، العمود الأول عاوتاني حداه العمود الثاني غنهبط العقيقه، غنسد على العقيقه هي الاولى عاد نكمل العمود ديالي، عاوتاني العمود اللي حداه مباشره كنسد على العقيقه على هذا الشكل هذا. انتم كما كتشوفوا ها هما جاوني ثلاثه العقيقات وحده حدا وحده. دابا غنتابعو غندير واحد جوج سلسلات، الاول خيط على الكروشيه غادي نحسب واحد جوج، نمشي للغرزه الثالثه غنجيب عاوتاني درت هنا عمود غنسد على العقيقه ونكمل العمود، عاوتاني هنا نسد على العقيقه ها هي ونكمل العمود ديالي، عاوتاني ندير هنا عمود نهبط العقيقه غنسد عليها، غندير عاوتاني واحد جوج، غنحسب واحد جوج الغرزه تحشو الثالثه هي اللي غادي ندير فيها عمود على هذا الشكل هذا. هانتوما البنات عاوتاني نمشي للعمود اللي حداه مباشره نهبط العقيقه. هانتوما البنات شوفوا كيفاش جاكم واضح، شفتوا؟ دابا هنا البنات انا كتافيت غير بثلاثه العقيقات، اللي بغات دير غير وحده، اللي بغات دير جوج، كل وحده دير اللي عجبها. كما قلت لكم انا درت هنا المكركب، كاين اللي بغى يدير المهرس، كل وحده دير اللي عجبها، المهم هي الفكره، خذوا مني غير الفكره وكل وحده البنات تطبقها كما بغات. كما كتشوفوا نهبط العقيقه ديالي على هذا الشكل، هانتوما واحد جوج واحد جوج، غنمشي لغرزه حشو الثالثه غادي ندير عاوتاني عمود. كما قلت لكم اللي بغات دير، انا اكتفيت غير بثلاثه العقيقات، اللي بغات البنات دير كثر اولا دير قل اولا دير غير عمود واحد في عقيقه كل وحده ودير الدق ديالها. كما شفتوا البنات ها نتوما العمود الثالث، عاوتاني نحل الخيط، ها نتوما كنتمنى يكون واضح لكم، واحد جوج ثلاثة هاهو، ها
جمال. هاد هي الخدمه ديالنا، ها هي توضحات كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. صافي انا غنكمل هاد السطر. هانتوما البنات انا كملت هاد السطر ديالي كما كتشوفوا، هو الوجه ديالو كيفاش كيجي، كيجي زوين، خدمه نقيه لا من وجهها ولا من ظهرها. صافي انا كملت، غندير هنا غير واحد السلسله، والطرف الاخر البنات حتى هو راه انا سبق لي وجدته كما كنقول لكم باش ما كنبغيش زعما نضيع الوقت. هنا البنات غندير ليها بحال هكدا، نلاقي الوجه مع الوجه، فهمتي؟ حيت انا غادي نخدم من الظهر. الظهر مع الظهر الوجه نخدمو مع الوجه، ها انت الوجه نقدو مع الوجه. الوجوه بجوج لداخل. الوجوه بجوج لداخل. هاديها هانتوما شتو الوجوه بجوجهم هكا، انا غنخدم من الظهر. العقيق يجي من قبل مع العقيق. العقيق يجي من قبل مع العقيق. وعاد تخدمي من الظهر. دابا البنات غندير بحال هكا باش ندور، انا مكنعرفش نخدم من ديك الجهة. المهم هنا غنشد الغرزة الأولى وحدة مع وحدة، ها هي، وغادي ندير واحد جوج ثلاثة السلسلات. علاش؟ باش نجي هنا للفراغ البنات. هانتوما غادي نخدم هنا في هاد السلسلات، وغادي نبدا نعمرهم. واحد جوج ثلاثة، وغندير عاوتاني واحد جوج ثلاثة السلسلات، وغنمشي عاوتاني للفراغ الآخر، وغادي نعمر غرزة حشو. واحد غرزة حشو الثانية، غرزة حشو الثالثة، عاوتاني واحد جوج ثلاثة. غنشد دائما كنخدم في الفراغات وانا كنقاد كما شفتوا. واحد جوج ثلاثة، عاوتاني واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة ديال الغرز حشو. اللي بغات دير ربعة دير على حساب الخيط واش رقيق اولا غلاد. دائما خدموها في الفراغات. واحد جوج ثلاثة، اذا كان البنات الخيط رقيق عمرو حتى لربعة. البنات اللي غير كيخدموا بالحرير المبروم يديروا ربعة، حيت الحرير المبروم دائما تيكون كيجي شويه ضعيف، هو اصلا على الحرير، وكي هو شي كيدي شي شويه الوقت في الخدمه، ماشي بحال الحرير كنخدموا به كيجينا عادي. ثلاثة واحدة بالعرض البطيء قلت لك اختي نديرو ليه بشويه. المهم هانتوما كنخدم غير في الفراغات، كنطقم قبل مع الدقه، الدقم قبل مع الدقه. صافي دابا غنمشي لهذا الفراغ، هانتوما هكا غرزه حشو عاديه، ونعاود وحدها عاوتاني غرزه حشو، وعاوتاني حداها غرزه حشو، يعني ثلاثه، ونعاود ندير عاوتاني واحد جوج ثلاثه السلسلات، ونمشي عاوتاني هاد الفراغ. دابا اختي واخا كتقول لي ما تزربيش بشويه، انا ولفت كنزرب تنطير فيه صافي في الكروشي، تعود كنزرب ما كنعرفش نتقل يديا. فوق الغرز ما كتخدميش، كديرا سلسله فوق الغرز، ما كنخدمش واحد جوج ثلاثه، هما سلسلات باش كنتخطى وكتمقزينيش في الفراغ نيشان الفراغ. انا صافي كملت هادي، انا غنوريكم جوج ثلاثه، غندير واحد جوج سلسلات باش نقطع البنات الخيط ديالي. ها هو قطعته. بالنسبه للبنات هاد الموديل هادي الا بغيتو تخدموا به جلابه غتبداوها من الفوق. ها نتوما كما كتشوفوا كيجي زوين البنات، هاد الخدمه هادي كتجي فنه كتحمق، شفتوا الشكل ديالها رائع رائع. اللي ما كما قلت لكم اللي بغات دير المهرس ديرو، اللي بغات دير اي لون ديرو، بغات تخلطهم في الالوان كيجيو فنين. شي حاجه اللي هي البنات رائعه، زعما ديروها ما تندموش عليها، وسيرتو في الجلابه. جلاب اللي هما ولاو دابا الا مود اللي هما منبتين بالعقيق، ديروا بهم هاد الملاقيه هذه من القدام، ودير غير شيمه بالعقيق في الجنب اولا في الكتف ولا في الفتاحي، راهم كيجيو تيحمقوا. كنتمنى في حق البنات نال الاعجاب ديالكم وتطبقوا، علاش لا. انا كنتظر التعاليق ديالكم. يلا بسلام عليكم وتبقاو على خير.